السلام عليكم، صباح الخير عليكم. تحية كاع المتابعين تاعنا، ويعطيكم الصحة على لي زونكوراجمون تاعكم ولي بارطاج. بلا بكم ما نقدروا نديروا والو، بلا بكم لي فيديو هادو ما يمشوش. اليوم عندي موتور ان سي 1.4 ام بي اي تاع رينو. هاد الموتور فيه معروف باللي كيخلط الماء والزيت اغلب الاحيان، راني نقول اغلب الاحيان نلقاو لي بلوك هادو ما يتشقوا هنايا وين ولا كان طرميلك الزيت للماء، نلقاو البلوك يتشق هنايا او نيفو تاع الكريساج. علاش؟ باسكو لا بريسيون تاع الزيت راهي رايحه تغلب لا بريسيون تاع الماء. اذا كنت تلقى الماء يروح لك للزيت، تما اعرف بلك عندك سوا جوان كيولاس تاعك راشي ولا لا كيولاس تاعك راشيه، على بها طرميلك تولي طرميلك الزيت الماء للزيت هنايا. اذا كانت تلقاها طرميلك الزيت للماء، اعرف بلك راهي طرميلك من جهه الكريساج، يعني الكريساج يغلب لا بريسيون تاع الماء. في هاد الكروسه هادية السيد هذا يعاود لها جوان كيلاص، قال لي بلي ولا تخلط لي بزاف. تما لو كان كانت تخلط له غير شويه تما غير بالعقل نتوسوسهم. هاد لابيب هادية فيها جهه يمشي فيها الماء وجهه يمشي فيها الزيت. بيان سور نحيو الماء باش هذاك الماء ما يسيلناش على الاخر يفاصلنا لي طراس. نفيديو الماء بيان من الموتور ونحلو. ولا لقينا هنايا الماء هنايا طراسه تاع الزيت هنايا، نعرفوا بليك راهي طرمينا تما، راهي هذه اللي هيتجوز. مي هنا راهي رايحه تكون عندنا اون بريسيون تاع الماء اكثر من الزيت. تما لو كان تروح لنا هاد لابيب حنلقاو الماء في الزيت ماشي الزيت في الماء. حنايا في هاد السياره هادي رانا نكونتروليو، حبيت نوري لكم برك كيفاش تكونتروليو. كي تنحيو جوانت كيلاس كيما قلت لكم لازم تنحيو الماء باش ما يفوصيناش يبانو لي طراس. شوفوا معايا جوانت كيلاس هذا، هاوليك هذايا لهنايا، هذايا لي طونشيتي تاع ما بين الزيت والماء. هنا يمشي الماء وهنا يمشي الزيت. شوفوا هنايا كيفاش راه يمشي مخا كاع، هنا كاع راه يمشي مخا. شوفوا لو كان زعما نجو لهنا هاي تبان هنايا هايليك يمشي مخا، مي بصح التور هنايا راهو ناشف. مي بصح شوفوا هنايا كيفاش راه يمشي مخا تور. تما انايا على حسب دياغنوستيك وكيما يقولوا الكمال لله والعلم لله، انا راه يتبان لي بليك البروبليم راهو هنا في جوانت كيلاس. سوا ما سيرفاسوهاش مليح تما قاعده لا كيلاس معوجه في الوسط، سواء عنده شويه البلوك بالك معوج مع السيراج تاع لا كيلاس ما زيروهاش مليح. انا باسكو راني كي ديسيريت لقيتها بليك ماهيش مزيره مليح. عندنا تاني لي كوجون هادو، اذا كانت مسيرفاسيا لا كيلاس بزاف راه يتفوصلنا الحساب. دونك انا يعني فيريفيت لي كوجون واش نديرو. عندنا جهه طويله جهه قصيره، حنا ندو معليش طويل ونفيلتيوه كامل. كي نكملو نروبيريوه نديرو ان روبير بالفاسور، ومن بعد ندخلوه هنايا نخرجوه من لا كيلاس نزيدو نديرو ان روبير بالفاسور. دوك هنايا عندي واحد دو تور بلوس هذيك لي بيسير تاع جوانت كيلاس، دونك البروبلام ما راهوش من لي بولا. انايا دياغنوستيك تاعي اللي درتو راني فهمتكم كيفاش كونتروليو، هاي اللي كيبينه بلي كمشي مخا. انا نقول بلي البروبلام راهو في السيراج تاع جوانت كيلاس، وجوانت كيلاس هذايا لهنا هاد جوان هذايا ماهوش خشين، هذايا ماهوش مليح. شوف يابس بورتون عنده غير كيما ملي عاودو راهو يابس. هاد جوان نلقاوه مو بون، ويقول لي بالك عنده واحد الكات موا ولا ملي عاودو نورمالمون ما نلقاش يابس. دونك انا نقول بليك لا كاليتي تاع جوانت كيلاس عيانه. مي انا واش حبيت ندير تما كيما يقولوا حنا ما نقدروش نعلمو الغيب، حبيت ندير لا كيلاس هادية ندير لها ندوز لها امتي كيما يقولوا نديرو لها سكانر نشوفو لا ماشي مشقوقه من الداخل، و ميم طون ولا لقيناها مليحه نسيرفاسيوها نعاودو نجيبو ان بون جوانت كيلاس ونمونطي ونشوفو. هاد الكرارس هادو هما وقتاش يتشقو كي تسخن بزاف طونوبيل يتشقو لي بلوك. دونك انايا معليش حنا نبداو بلا كيلاس نديرو لها لو سكانر ونعاودو لها ان بون جوانت كيلاس تما هكذا. ولا عاود ولا تخلط لنا الزيت والماء نكونو حنا خلاص على بالنا بلي لا كيلاس تاعنا مليح وعلى بالنا بلي جوانت كيلاس تاعنا مليح. تما نروحو للبلوك، البلوك في بلادنا ما عندناش سكانر تاع البلوك. دونك واش نديرو؟ الله غالب لازم نشرو ان دومي موتور نمونطيوه، ولا كان لقينا موتور شباب تاع لاكاس من الاحسن. بما ان موتور تاعك ماشي 200000 نتا ولا عاود تشري دومي موتور، لا كيلاس تاعك لازم تاني تعاود لها روباس سوباب، تعاود لها لي جوانت كيد، بالك تلقى لي سوباب
وين لي سياج تاعهم شويه حاطين تما من احسن واحد يشري موتور مغلوق مليح عليك وليا نتايا لا ما عندك حتكون ناقصه وعندك موتور مغلوق مبلومبي ان شاء الله نكونوا نفعناكم بلي فيديو كيما قلنا لكم بلي زونكوراجمون تاعكم اللي رانا نافونسيو والبارطاج خاوتي باش ننفعوا خاوتنا كيما رانا ننفعوا فيكم ولا بروشان ان شاء الله سلام.